فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: مات شخص عن أم وأب وأولاد ذكور وإناث، يقول: الأم والأب أسقط حقهما من الميراث في المحكمة وصدر صك بذلك وجعل ميراثهما للأولاد. يقول السائل: هل يكون الميراث هنا للذكر مثل حظ الأنثيين أم بالتساوي؟ بالنسبة لميراثهم هم للذكر، أما بالنسبة لنصيب الأبوين اللذين سمحا فهم بالسوية فيه. نعم، يعني هذه عطية، العطية يتساوى فيها المعطى من الذكر والأنثى. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.